الخطوة اللي عم يقوموا فيها الرابطة اليوم اللي كنت أنا مواكب معاه. الطريق طبعا خطى ممتازة جدا، نرى النجاح القريب بقدرات كمان الممتازة، والدعم الموجود كمان، والمشروع الأخير مشروع المنح للطواجعين اللي هو مشروع فريد من نوعه اللي ما صارش في القرية من قبل طبعا. ومشكور جدا الأخ شادي عكري يعني على المجهودات الكبيرة اللي عم يقوم فيها كمان، مع إن كان العمل أمام المجلس المحلي أو أمام الطلاب الجامعيين. نحن يعني نرى كطلاب أكاديميين اللي نرى الماضي القريب اللي كنا فيه نعمل من أجل العمل الطلابي والعمل التربوي في القرية، نرى اليوم إنه كثير أمور اللي كنا نراها كحلم عم تتحقق وعم تصير لمصلحة الطالب الجامعي والطالب الأكاديمي، لأنه هذا كله بصب الأخير بالأول وبالآخر للقرية والعمل التربوي والبناء التربوي لقرية كابول. نعم، يعني أنت طبعا كطالب جامعي سابقا، يعني شو المصاعب اللي تواجه الطلاب الجامعيين في دراستهم؟ طبعا المصاعب، خلينا الوسط العربي معروف المصاعب، أو شيء اللي هي البداية التوجيه الدراسي أو عدم القرار في الدراسة، الموضوع الدراسي، والشيء الثاني ببلش بالأمور المادية لأنه هي موجودة على كاهل الأهل بشكل كثير قوي وكثير صعب. عملنا كطلاب جامعة عرب للعمل، لأنه سوق العمل غير متاح لإلي كباقي الأوساط الأخرى، من أجل ذلك نرى وعدم وجود أطر اجتماعية ومجتمعية اللي بتضم هاي الطلاب، هاي كل الصعوبات اللي بتصب بالآخر أمام الطالب العربي. نعم، يعني كثيرا أحيانا نسمع أنه طبعا الأحزاب السياسية أو الحركات حتى الإسلامية والغير إسلامية تقوم بدعم طلابها والمنتسبين إليها حزبيا وسياسيا، يعني الطلاب الغير مؤطرين وين بصفوا؟ مع احترامي لجميع الأطر، مع أني أعتقد أنه الأطر السياسية أو الحزبية ممكن الدعم تبعك ما يكونش محدود داخل الأطر نفسها، ممكن يكون متاح كمان للناس الخارج الأطر، ولكن كمان هذا الدعم هو دعم رمزي نسبيا للاحتياجات تبع الطالب، والاحتياجات إن كانت مادية وإن كانت معونات بالمواد التعليمية أو بالأمور التعليمية. شكرا لك. أهلا وسهلا. لفت نظر المجتمع انه في طلاب جامعيين بالفعل اللي بحاجه لدعم مادي، انه يا ريت انه يتم دعمهم، تحفيز اصحاب الاموال. كان في عندنا رساله انه لازم الطلاب الجامعيين ياخذوا حقهم ولازم يتم دعمهم كما يجب، فحبينا من خلال المشروع انه نلفت نظر رؤوس الاموال اصحاب المصالح انه يا ريت يتم دعم طلاب الجامعيين ماديا، وانه لا يقتصر الاشي على دعم خلينا نقول طابع ديني، انما الطلاب الجامعيين هن كمان هن الاشي مركزي، يعني من الاشي من الدعم الديني او التبرعات اللي طبعها ديني، كمان الطلاب الجامعيين هن يعني كمان حسب الدين هن يعني قلب الدين، العلم اشي مركب جدا مركزي للدين كمان بيشدد عليه، فيا ريت الهاجس ما يكونش لما بدنا ندعم او بدنا نتبرع انه التبرعات تكون كمان بينفع طلاب الجامعيين، وفي طلاب جامعيين اللي هن بحاجة لتبرع. اليوم اغدرنا رابطة الطلاب الجامعيين زي ما حكيت انه بعد ما عقدنا عدة لقاءات مع المجلس المحلي، اغدرنا انه مع المجلس انه استجاب لطلبنا، وتم اقحام بند ميزانية مجلس كابول اللي يقدر ب 100,000 شيكل كدعم ومنح لطلاب كابول الجامعيين. انا بشكر المجلس المحلي على التعاون اللي كان بهذا التعاون التام بهذا المضمار. اليوم الرابطة كان مفروض موعد التسجيل للمنح ينتهي، بس قررنا تمديد موعد التسجيل للمنح لحد 31 الشهر لإتاحة المجال أمام الطلاب اللي بدهن يتسجلوا، لأنه زي ما حكيت المبلغ زاد. اليوم الرابطة بتعاون مشترك مع مجلس كابول المحلي راح يخرجوا بمشروع المنح، اللي راح يتم تكوين لجنة المنح اللي تتكون بالأساس من المجلس المحلي ومن رابطة كابول، رابطة الطلاب الجامعيين كابول. راح المجلس المحلي يختار ممثلين لإله، وراح الرابطة تختار ممثلين لإلها، راح نعقد اجتماع اللي من خلال
الاجيال ويتم اختيار الناس اللي بتستحق المنح. نقطه كثير مهمه جدا مهمه لازم اذكرها، انه اختيار المنح راح يكون وفق ارقام الهويه، يعني احنا من بعد ما نجمع كل التفاصيل كل نماذج التسجيل للمنح راح نقعد وامام حاسوب نسجل رقم هويه معينه، التفاصيل تحتيها رقم الهويه مثلا كذا كذا كذا، ابوه بيشتغل هيك، ابوه الام بتشتغل هيك، عندي عدد الافراد اللي بتعلموا هيك هيك هيك. وراح لما نعقد اجتماع لاختيار المنح راح نختار المنح وفق ارقام رقم بطاقه الهويه، وهيك بنمنع انه امكانيه نزيد من انه الاختيار يكون عنده مصداقيه اكثر. هدفنا بالمحصله انه نحافظ على مصداقيتنا امام الناس اللي وعلى الثقه اللي اليوم موجود، الثقه العمياء بين الرابطه وبين اهل كابول. وانا بحب اشكر كل انسان دعم الرابطه، لانه زي ما حكينا الرابطه جمعت مبلغ اللي يقدر ب 20,000 شيكل اللي يضاف لل 100,000 شيكل اللي بده يدعم فيهن المجلس. فانا بشكر كل شخص دعم وكل شخص وبدعي كمان انه باب امكانيه الدعم والتبرع بعدها متاحه، كل انسان بده يتبرع او بحب انه يتبرع فبامكانه انه يتوجه للرابطه ويتبرع. المشروع راح اسا الجامعات الطلاب الجامعات مقبلين على فتره امتحانات، بهاي المناسبه بتمنى النجاح الباهر للجميع وانها تكون فتره امتحانات جدا مثمره وتكون علامات تنال رضا الجميع. راح يتم بعد التفرغ من فتره الامتحانات انه توزيع المنح، الحديث عن وسط شهر اخر شهر 3 بدايه شهر 4 راح بنختار تاريخ معين بالتنسيق مع المجلس اللي من خلاله يتم توزيع المنح. راح أختم كلامي بتوجيه زي ما حكيت بداية حديثي نداء لباقي البلدان العربية ولطلاب الجامعيين اللي موجودين بباقي البلدان العربية، انه يا ريت يتم العمل على انشاء اطر لانها كثير كثير راح تفيد مجتمعنا. ورابطة الطلاب الجامعيين بكابول على استعداد تام للتعاون مع اي بلد اللي بفكر او مع اي طلاب داخل اي بلد بفكروا بانشاء رابطة طلاب جامعيين. نقطة اخيرة، بوجه نداء وبوجه طلب حار لباقي لرؤساء السلطات المحلية لجان الزكاة القطرية لكل أصحاب الموارد المادية لأصحاب المصالح لكل الناس اللي بمجتمعنا اللي وضعهم المادي منيح خلينا نقول اللي بيقدروا إنه يدعموا طلاب الجامعيين وبالذات رؤساء السلطات المحلية، إنه يا ريت يا ريت يا ريت لو يتم التعامل مع الطلاب الجامعيين ومع منحهم ومع دعمهم بشكل جدي جدا، لأنه الطلاب الجامعيين بحاجة لدعم، بحاجة لأمور اللي ممكن انها تدعمهن بمسيرتهن الجامعية. نقطة كثير مهمة بالنسبة للجان الزكاة اللي موجودة داخل كل قرية وبلد عربية، انه كمان يا ريت يتم التعامل مع طلاب الجامعيين بشكل جد اكثر، لانه طلاب الجامعية بشكل خلينا نقول بشكل اللي طلاب الجامعيين اليوم اللي موجودين سواء بكابول او اي بلد خارجها بحاجة لدعم. في طلاب اللي عم تصل لمرحلة انه بتستصعب انها تكمل تعليمها بسبب صعوبات مادية، وفي ناس اللي حتى بالاساس بتفوتش انها تتعلم بسبب صعوبات مادية. احنا بنقدر عمل لجان الزكاة ومشكورين وبارك الله فيهن، بنقدر عمل كل انسان بدعم اي بلد عربية، بس كمان بالنسبة للساحة الجامعية مش عم يصلها الدعم الكافي سواء من عدة اطر زي ما حكينا. انا بشدد على لجان الزكاة لانه بشوف انه لجان الزكاة هي في تجاوب من قبل الناس معها تجاوب كبير، فسواء بكابول او خارج كابول بيتم جمع مبالغ اللي طائله، فيا ريت كمان انه الطلاب الجامعيين يكون لهم حصه بهذا الموضوع. نقطه اخيره، احنا بنسمع انه في